أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دور تيفي. كما عودناكم بجديد، جديد حلقتنا اليوم من مدينة سلا، المدينة المحادية لمدينة الرباط العاصمة، وبالضبط من فضاء تربية الطيور ودجاج الزينة بمنتجع باسو، والذي أقل ما يقال عليه أنه فضاء جميل جذاب يسر الزائرين. تواجدنا بالفضاء كان بغرض الترفيه بعد أسبوع عمل مضن، لكن المفاجأة التي لقيها طاقم قناة طور تيفي فرضت عليه وللأمانة أن نشارك متابعينا الكرام ما شاهدناه من جمالية هذا الفضاء احتراما لتخصص القناة. واعتبارا إلى أن المكان هو خاص، كان لابد علينا أن نحصل على رخصة التصوير من إدارة النادي، وحقيقة كان الصدر رحبا وسخرت لنا كل الإمكانيات لإنجاح هذا الروبورتاج. السلام عليكم، مرحبا بقناة طيور تيفي. كنشكرهم على التواجد ديالهم في الفضاء ديالنا اللي هو مزرعة باسو متواجدة بمدينة سلا. هذه المزرعة فيها حديقة متكاملة ديال الطيور، اللي بزاف ديال الأنواع ديال الطيور مركزين عليهم هنايا. نفس المكان كتوجد فيه عدة أنشطة، هي أكتيفيتي ديال البنتبول، هي اكتيفيتي سبورتيف. لاكتيفيتي برينسيبال هي بيان سور لا ريستوراسيون، اللي فيها داكشي التقليدي اللي مخلينا نتمشاو مع بيان سور هاد الطيور اللي كتشوفوا، هاد المناظر اللي خلابه واللي كتجذب كاع الناس اللي متواجدين عندنا هنا في لافيرم. انا هاد الحديقه هي اللي كتجذب لينا واحد عدد كبير وساكنه كبيره من ديال المدينه، اللي هما كيكونوا بحاجه يشوفوا هاد الطيور، وليدات بطبيعه الحال كيتعرفوا على جميع انواع الطيور اللي متواجدين. كتكون عندهم علاقه مباشره مع السيد المسؤول على الحديقه، كيشرح لهم على شنو ممكن ياكل داك الحيوان، شنو شحال كيقدر يعيش، شنو التواجد ديالو، من منطقه جاينا. ومرحبا بكم، نتمنى لكم العرض. فعلا فضاء تربية الطيور ودجاج الزينة يحظى بشعبية كبيرة لدى الزوار نظرا لكثرة السلالات المتواجدة بالفضاء. أثناء تجولنا برواق سلالات دجاج الزينة أثار انتباهنا مجموعة من الملاحظات كان لابد علينا أن نثيرها في هذه الحلقة لنعطي توضيحات كبيرة بخصوصها، لكن إيمانا منا بأن إعطاء الفضاء قيمته وإحاطة الموضوع بكل النقاط المهمة هو أمر في غاية من الصعوبة. لذلك اقتصرنا على بعض المحاور على أساس أننا سنعيد بث مجموعة من الحلقات تخص كل سلالة على حدة. السيد بوعزة باسو المربي المسؤول عن فضاء تربية الطيور ودجاج الزينة بالمنتجع رافقنا خلال تجولنا بالفضاء، قدم لنا كل التوضيحات التي تخص مجال عمله كمربي لدجاج الزينة. بدورنا استغلنا الفرصة وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة التي تصلنا عبر إيميل القناة أو الواتساب، ومن بين الأسئلة التي طرحت على السيد بوعزة هو نوع العلف الذي يقدم لدجاج الزينة بالمنتجع، هل هو نفس العلف المقدم للدجاج البلدي أو البيض أم أن هناك علف خاص؟ ديال هاد السلالات هادو تنعطيوهم العلف المركب وتنعطيوهم العلف الطبيعي. العلف الطبيعي اللي تيكون تنخلطوه نحاول باش شويه يعاونهم في المناعه، تعاونهم بزاف. والعلف المركب حتى هو مزيان اليوم، تعاونهم على البيض. هاد السلالات ديال الدجاج محبوسه، ما تخرجش للمسرح تترعى، اولا هادي محبوسه، لما عطيتيهاش العلف المركب ما تعطيكش الانتاج البيض مزيان. كذلك هناك مجموعة من التساؤلات التي تخص دجاج البرهما ودجاج الكوش، فمجموعة من المربيين المبتدئين يجدون الصعوبة في التفريق بين هاتين السلالتين. نفس التساؤل تم طرحه على السيد بوعزة باسو لتسهيل وتوضيح هذا الأمر، فما هو الفرق ما بين دجاج الكوشن والدجاج البراهما؟ الفرق اللي تيكون ما بين الكوشن والبراهما، الكوشن السلالة ديال الكوشن الأصل ديالها من لاشين، وهاديك لاكخيت ديالها تتكون واقفة هكا بحال كيما تنشوفو هدا شتيها. البراهما تيكون هاد لاكخيت ديالها ما تتكونش واقفة، تتكون هابطة بلا
وما تتكونش البراهمة تتكون من هنا عندها الديل ديالها وهاد الرقبة ديالها تتكون واقفة حتى تتكون على حرف في بين سلالات الكوشان والبراهمة. الكوشان تيكون لا تيكون دائري على شكل دائري، هذا هو الفرق اللي تيكون ما بين البراهمة والكوشان. وكاين واحد طائر هذا خالط ما بين الكوشان والبراهمة، هذا الأب ديالو كوشة والأم ديالو البراهمة، شتي هذا قرب شتي بحال هكا كاين دابا هذا اللي تشوفو يقولك براهمة، هذا قريب ما بين الكوشة والبراهمة والبراهمة تجي من الهند والكوشة من لاشين الشينوا. بكل صدق الفضاء جميل جدا وذو مناظر ممتعة للغاية، أعجبنا كثيرا بفناءته، لذلك كان علينا أن نشارككم هذه المقاطع وغيرها، انتظروها في حلقة قادمة. لكن في الأخير لا يسعنا سوى أن نقدم الشكر الجزيل للمربي السيد خميس من مدينة الجديدة الذي كان سببا في تواجدنا في هذا الفناء، كذلك نقدم الشكر للصديق حميد والزوجة أم أنور الذي رافقني في هذه الرحلة وسهل من ماموريا هذا الروبورتاج. شكرا لكم متابعينا الكرام، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة، انتظرونا في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله.